هنا بقى بيتكلم على الباير اللي الراجل بيشتري ميك بيد، بينزل سعر او بيقول سعر للايتم دوت اللي هو زي ار انترستد ان اللي هو اللي عجبان. طيب البيدنج برايس، بيدنج برايس اللي هو السعر اللي هو رماه دوت، والتايم اللي رمى فيه خلاص لازم يتسجل. ليه؟ هو بيقول عليا مثلا عليا ب 1000، الثاني قال عليا ب 1500، لازم التايم ده مهم جدا. ليه؟ عشان ما ينفعش لو ال 1500 قال الاول 1500 ما ينفعش انا اجي بعديه واقول 1000، ما ينفعش خلاص. خلاص وفي نفس الوقت انا عايز اخر وقت اتقال فيه اخر رقم عالي عشان اقدر اقول ده اخر واحد علق وهو ده اللي ايه؟ اللي ربح او اللي ربح يعني. يبقى ذا بيرسون ات ذا اند، الشخص اللي في الاخر في ذا اوكشن دوت وذ ذا هايست بيد برايس، اعلى واحد قال سعر، is declared the winner. يعني في السيستم بنعرفه ان هو ده الفائز يعني. ماشي؟ والترانزاكشن بتوين باير والسيلر may be processed soon after، يعني مش هنهتم بها دلوقتي. يعني في السيستم هنا دلوقتي مش مهتمين بعمليه التحصيل خالص، احنا بس مجرد مين الوينر وخلاص. السيستم بتاعنا بس بيعمل من الحته دي. طيب يبقى احنا كده بالنسبه لنا الفكره كلها ان البيد برايس، طب الشخص بيعمل كام بيد برايس؟ هو الشخص دوت هو اكيد الباير، يعني دلوقتي بنتكلم على عمنا باير، يعني بنتكلم على الاخ ده هنا، هو ده السيلر. الباير نفعه بيتكلم مع مين؟ مع الايتم، مظبوط كده؟ بيتكلم هو داخل دلوقتي مع قصه الايتمز. هنزلها بس كده، دي طبعا عباره عن كلاسيفيكيشن، مالهاش الدنيا فيها مش مرتبطه قوي بالقصص دي. احنا بس كنا ناسيين هنا حاجه كويس ان جت، مش لازم اربطها بالايتم، يعني الايتم بقى يقع تحت دول تحت انه بقى تصنيف، لازم يبقى الايتم مترابط من ده التصنيف. كويس ان جت قدامنا عشان ايه ما ننساهاش تقع مني. وبعد كده بس نعمل دي الاول، باير مع الاوكشن ايتم. الباير اتفقنا ان هو بيعمل بيدات، والبيدات دي فيها لها تايم ووقت، او تايم اللي هو وقت وسعر. طبعا الباير بيعمل اكتر من بيد، يعني ايه بيد؟ يعني عملوا عليه ب 1000، واحد قال 1500 والثاني قال له 2000، يعني عملت كام بيد؟ بيدين. طب والبيد ده بيخص كام باير؟ بيخص باير واحد، صح كده؟ طب الايتم اوكشن ده بيتعمل له كام، بيعمل له كام باير؟ كتير، يعني البايرز بيعملوا بيدات كتير على الايتم، والايتم بيتعمل له بيدات كتير من البايرز. يبقى في هنا ايه؟ هيجي هنا دلوقتي انتيتي اللي هو خاص بالبيد ذات نفسها، عمليه رمي السعر دي، وفيها حاجتين اساسيتين اللي هو طبعا كده لازم اليوزر نيم بتاع الباير، يوزر نيم باير لازم يجي، وده كان بره الشرعة 30. لازم طبعا الايتم نمبر اللي هو بيبد عليه، ماشي. ولازم معاهم بقى البرايس ولازم معاهم البرايس وثاني الاوت تايم اللي قلنا مهم. تمام كده؟ طيب وبعد كده هو الباير بيعمل كام بدايه؟ بدات كتير، والبدايه بتبقى خاصه بباير معين، فتبقى 1 ميني. و الاوكشن ايتم بتعمل له اكتر من بيد، والبيد تبقى تخص اوكشن ايتم معين، بقت 1 تو 2. والحته اللي نسيناها، الله ما نكونش نسيت حاجات كتير وانا شغال، عشان كده بفضل اللايف في الحاجات دي عشان النقاش ما يوقعش حاجه. لكن المهم ان الايتم اوكشن ده لازم يكون مرتبط بتصنيفه معين عشان يظهر فيه، يعني احنا قلنا المودم. طب انا ببيع دلوقتي مودم مش عارف نوعه ايه، عايز احطه تحت مودم عشان نقدر نلاقي تصنيف. فالتصنيف فالايتم اوكشن لازم يكون تحت تصنيف واحد، والتصنيف طبعا تحت بيرنت وشال مش مهم، لكن تحت تصنيف، والتصنيف فيه طبعا ايه ايتمز كتير. فتبقى كده بالنسبه لي 1 ميني كده.
خلاص يبقى ربطنا للدي كويس جدا، ودي خلاص كده اتربطت مفيش مشكله. دي الايه البيد دي كده كانت البيدنج، كان فيها ايه البيد طبعا كانت تترسم طبعا بال الاي ار بتاعتنا كانت ترسم عادي، كانت تبقى علاقه ما بين الباير والاوبشن كانت ميني ميني، وكان على العلاقه البرايس والتايم. ماشي. بالنسبه للوينر، الوينر طبعا دوت لو اعتبرناه فيلد هيبقى فيلد محسوب، فمش هيظهر لنا ان هو كالكوليتد، بس اللي هو اعلى سعر في اخر وقت هو ده الكسبان بالنسبه لنا، فدي هتبقى مش هتظهر لنا في المنظر ده، مش هتظهر. الكلام ده طبعا عايزه تظهر بنحط حاجه اسمها فيو، بس انا ما بحبش ارسم في الشكل الاساسي الفيوهات، لكن ما علينا خلينا هنا لغايه دلوقتي كده. بالنسبه لنا خلصنا الايه البيدنج ديت، والجزء اللي هو خاص بالترانزاكشن بقى عمليه التحصيل والفلوس مش من ضمن الايه مش من ضمن